حياكم الله. في ذاكرة الأوطان تنبض قصص الشهداء، أبطال قدموا أرواحهم فداء لتحقيق الحرية والعدالة. تبقى تضحياتهم شاهدة على وفاء الإنسان لوطنه، فهم يمثلون قيم الشرف والإخلاص والتضحية. وبرحيلهم يبقى العهد ملتزما بالمضي قدما. عدوان استهدف قاعدة كاستو العسكرية شمال محافظة بابل جنوب بغداد، وأدى إلى استشهاد أحد منتسبي هيئة الحج الشعبي وإصابة 8 آخرين بحسب الإعلام الأمني. تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من قبل الدفاع المدني والصنوف الأخرى لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث، ومن الذي يقف وراءه بحسب النتائج الأولية. أقيمت ندوة حوارية تحت شعار الصولة الإيرانية على الكيان المؤقت لمناقشة نتائج الرد الإيراني على إسرائيل الذي حقق أهدافا سامية ألحقت أضرارا بالمنشآت العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة تقدر خسارتها بمليار دولار. حقيقة كانت ضربة موجعة للصهاينة، عاشتهم في رعب، كلفتهم الكثير من الأموال. في يوم واحد مليار دولار خسرت إسرائيل مقابل تصديها للطائرات المسيرة. اليوم هناك أثبتت فاعلية للجمهورية الإسلامية مدى تطورها التقني وأوصلت رسائل إلى المنطقة. ضربت إسرائيل بقوة وبفاعلية وبطائرات وبتقنية عالية. اليوم الجمهورية الإسلامية أثبتت فاعليتها وتكنولوجيتها وأرسلت رسائل واضحة أننا موجودون ولا يستطيع أحد أن يلوي أذرعنا. إسرائيل لا تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك في ردها يوم أمس على إيران، لا تريد أكثر من رد يحفظ ماء الوجه وإسكات الشارع الإسرائيلي، وخير دليل على ذلك استهداف أصفهان بالطائرات المسيرة والتي بمجرد ظهورها في أجواء نجحت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية في إسقاطها. الرد يعني ذر الرماد في العيون، يعني لحفظ نوعا ما ماء الوجه لإسرائيل، لأن الرد لا يرتقي إلى هذه الجعجعة وهذه الهالة الإعلامية التي نسمعها عن قوة هذا الكيان وجبروته وامتلاكه للأسلحة النووية وإلى آخره. لكن كان رد مخجل ومخزي بدرجة، أنه هناك 3 مسيرات أسقطت على أصفهان كانت، وبالتالي يعني لو تشوف أنت كان متردد وخائف وكان ملتزم بتوجيهات من واشنطن أنه في حالة توسعة الرد على جمهورية إيران ممكن المنطقة ستنجر إلى ردود واسعة وشاملة، وهذا ما يضر في الكيان الصهيوني تحديدا. ولذلك هناك اتفاق أنه الرد سيكون محدود، لكن أيضا دخول إلى رفح مجاز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت إعلاميا تردد بأنه لا يمكن أو ليس هناك سماح للكيان الصهيوني باجتياز رفح. هذا الثمن الأول. الثمن الثاني، الكيان الصهيوني يعرف تماما أنه صد المقاومة وفصائل المقاومة ومحور المقاومة لن يسكت على أي اعتداء، سواء كان اعتداء معنوي أو اعتداء ردعي مثل ما يتصور البعض. ولذلك هو جرب الضربة الأولى اللي أخذت بغطاء جوي ما يقارب 400 مسيرة وصواريخ كروز. أمام هذا المعطى إيران لقنت الصهاينة درسا، وهي جادة في تهديدها بأن من إذا عدتم عدنا، وهذا ما جعل الصهاينة يرتجفون ويتراجعون. وأيضا لم يكملوا ضربتهم باعتبار أن إيران تفطنت وتنبهت، حتى الأدوات المحلية التي استخدمها الكيان الصهيوني في محاولة للتشويش على أو اعتبار أن هذا رد محاولة تسويقه إعلاميا فشل أيضا، وبذلك تثبت معادلة الاقتدار الإيراني واقتدار محور المقاومة. ولا يوجد ما يسمى بالمسرحية التي حاول الإعلام الصهيوني والإعلام الغربي وبعض المتحالفين معه أن يسوقوها للجماهير، وثبت بالدليل القاطع أن إيران قادرة مقتدرة ولديها من الأدوات ما يكفي لردع الكيان الصهيوني وإيقافه عند حده. كان ردا بائسا لم يكن بهذا بالمستوى،
والإعلام الذي جير، طبعاً أنت تعرف الصهاينة لديهم قدرة كبيرة في الإعلام، حاولوا أن يجعلوا من هذه الضربة ضربة كبيرة ومؤثرة، لكن هي لم تعد إلا يعني مجرد يعني نقدر نقول عليها بالونات إعلامية لا أكثر. أهلا وسهلا بكم من جديد. حوار ملفنا الأول راح يكون مع ضيوفنا في الاستوديو الأستاذ صفاء الأعسم الخبير الأمني، حياك الله. حياكم الله. كل الترحيب أيضا بالباحث والكاتب الدكتور هيثم الخزعلي، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك أستاذ صفاء، بلغة أمنية بحتة، ماذا حدث في باب اليوم أمس؟ يعني شفنا هواي روايات بين النفي بين التأكيد، هذا عدوان هذا انفجار، لكن حتى هذه اللحظة البعض يقول شيء والبعض الآخر يقول شيء مختلف ثاني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم ست فرح وعلى قناتكم وضيفك ومشاهديك الكرام. يعني حقيقة أولا النتائج الرسمية لغاية اللحظة لم تصدر، علما لنا أنه ضربة كانت ضربة على إحدى المعسكرات التابعة إلى المؤسسة العسكرية العراقية، تحديدا إلى إحدى الدوائر الخاصة بالسيد القائد العام للقوات المسلحة، من ضمنها ثلاثة مقرات خلفية لثلاثة تشكيلات، ثلاثة ألوية من الحشد الشعبي، زائدا المؤسسة الأمنية العراقية. نعم. يعني رسميا لغاية الآن لم يصدر قرار، ولكن هنالك مؤشرات، يعني نتيجة التحليلات، نتيجة المشاهدات العينية، وخاصة بعد أن زار نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السيد أبو فدك موقع الزيارة، والكل شاف، يعني أتصور نزلت على مستوى فيديوهات على مستوى الشارع العراقي، حجم الضربة لا يتناسب مع ضربة على مستوى طائرات مسيرة. يعني الصاروخ هو ضربة، أولا هي ضربة صاروخ أكيد، لأنه أكد هي هذه النقطة، ضربة صاروخ لو أكيد مسيرة. هسه راح يعني راح أوصل لك الفكرة. أول شيء المؤسسة العسكرية العراقية أثبتت إلى أنه لا توجد هنالك أي خروقات على مستوى محافظة بابل، زائدا مدير أو مستشار الأمني لمحافظ بابل أكد إلى أنه لا توجد هنالك لا طلعات على مستوى طائرات ولا على طلعات على مستوى طائرات مسيرة. طيب، هذه كلها مؤشرات تشير إلى أنه لا توجد هنالك طائرات مسيرة، ولكن احتمالية أن يكون ضربة بالصاروخ هي أقوى. ليش؟ لأنه الضربة الأرضية إن كانت أو يعني انفجار داخلي، طيب يعني إحنا نتكلم من وجهة نظر عسكرية، يعني ما ينطيهيش مساحة كبيرة بالأرض، يعني عمق 5 أمتار على مسافة القطر 10 أمتار، يعني حجم كبير. من صراحة من برأيك انطلاق الصاروخ؟ إذن هسه نعبر للخطوة الثانية اللي هو من من؟ نعم. على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أكدت، ويعني دولة رئيس وزراء كان يعني في أمريكا، أنا إلى أن الضربة لم تكن، ليس لديها علم بالضربة، الولايات المتحدة الأمريكية أكدت من على مستوى بنتاغون، على مستوى وزارة الدفاع، وعلى مستوى تصريحات رسمية أمريكية، صح، إلى أن الضربة لم تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يعني في قراءاتنا أنه هي لو كانت هي صاحبة الضربة لن تتردد، هي سبق وأن ضربت مواقع باعتبار إلى أنه هي مواقع تابعة لفصائل المقاومة، وكانت نفس الضربة لو هذا الأسلوب مختلف. هذه المواقع لا، هذا الأسلوب يختلف لأنه ضربة أعمق بكثير، هناك مؤشرات كانت بطائرات مسيرة وضربت مواقع محددة. يعني إذا تذكرين حضر جنابك أو عفوا السادة المشاهدين إلى أن الضربات كانت على مستوى دقة العجلة، صحيح، يعني يضرب العجلة بحيث العجلات اللي جنبها أو صحيح المطعم اللي استشهد بالله يرحمه أبو باقر، والضربة اللي جاءت في شارع فلسطين، هذه كلها كانت يعني كانت نقاط محددة. هذه الضربة لا، طبعا الضربة أكبر، هي تشير إلى أنه صاروخ لأنه ضربة كبيرة، ولا تشير إلى أنه هي انفجار أرضي. كيان الصهيوني برأيك يقف وراء هذه العملية؟ ندخل بالمرحلة الثالثة. زين. بما أنه كانت هنالك تبرئة أمريكية من قبلها إلى أنه نحن لم نضرب، وكان تأكيد من قبل أمن محافظة بابل والأمن العام، يعني المؤسسة العسكرية العراقية، أنه لم تكن هنالك لا طائرات ولا مسيرة ولا مقاتلة، إذن هي تأكد هي صاروخ. برت نفسها الولايات المتحدة الأمريكية، قوات التحالف هي متواجدة بالعراق لغاية الآن، إذن هو يعني أمامنا غير خيار واحد اللي هو
أكثر احتمالاً. لا نريد نأكد إذا لم يصدر قرار رسمي بهذه النقطة، يعني ما يصير إحنا نأكد، ولكن الاحتمالات كل المؤشرات أكثر من 85% إلى 80% تشير إلى أنه صاروخ إسرائيلي. نجي ندخل بالمرحلة الرابعة، ليش ضربت هذا الموقع؟ هي لغاية يعني كسر إيران، باعتبار إلى أنه هذا الموقع هو يحتوي إلى فصائل مقاومة حسب تقديراتي. هاي بعدين هذه النقطة الرابعة راح نفصلها، بس ممكن. أسمع وجهة النظر من دكتور هيثم. دكتور هيثم، بوجهة نظر سياسية، من يحاول إحراج حكومة السيد محمد الشاع السوداني؟ لأن أغلب الناس دي يتحدثون يقول لك أول ما رجع من الولايات المتحدة ببدء صفحة علاقات وشراكة جديدة، والولايات المتحدة ضربت العراق وانتهك السياق. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أرحب بكم وبضيفك الكريم أستاذنا أستاذ صفاء وجمهوركم الكريم. في الحقيقة أنا أعتقد أن موضوع إحراج السيد السوداني هو موضوع استغلال للضربة، وليس نفس الضربة، استغلال الضربة في مواقع التواصل هو محاولة إحراج الحكومة العراقية وتصوير أنه الولايات المتحدة هي من قامت بالضربة. لكن بتحليل الوضع السياسي العام، الولايات المتحدة لا تريد التصعيد في المنطقة خصوصا مع العراق، وأعتقد أنه استقبال السيد السوداني في هذا الوقت هو رغبة لتهدئة المنطقة لمعرفته بعلاقات العراق مع إيران، بل مع كل محور المقاومة والموقف العراقي الثابت من القضية الفلسطينية، مما يجعله مرشح أكثر أن يمارس دور تهدئة بين الجمهورية الإسلامية في إيران ومحور المقاومة من جهة، وبين الولايات المتحدة ومحور التحالف من جهة أخرى على اعتبار العلاقات الموجودة. ولكن موضوع الاستهداف هو قد يكون لغايات أخرى، لأنه كل المحللين الذين طرحوا سيناريوهات الرد الإسرائيلي وحسب المعوقات وصعوبة أن يقوم الكيان الصهيوني باعتداء معلن بدون مساعدة الولايات المتحدة، وهذا ليس في صالحها بالوقت الحاضر، ولحسابات يعني بعضها انتخابية داخلية، والأمر الآخر أنه لابد أن تعينه دولة من دول جوار الجمهورية الإسلامية، ولا أعتقد أن هناك دولة تتواغط بهذا الأمر، ثم تحذير الجمهورية الإسلامية بأنه قد سوف يكون أسرع وبقوة، ولن يكون مثل الضربة الأولى التي كان لها أبعاد استراتيجية في موضوع استخدام أسلحة قديمة وبطيئة. عفوا، فالخيار الذي كان مطروح حتى في داخل الكيان الصهيوني هو موضوع الانتقال لاستراتيجية استهداف الأذرع. أنا لا أستطيع أن أستهدف الجمهورية الإسلامية، يمكن أن أستهدف باقي أطراف المحور، سواء كان شخصيات في حزب الله أو شخصيات في اليمن أو ما قرات في العراق وسوريا. بالتالي إذا كان الكيان الصهيوني، وأنا لا أؤكد الموضوع وإنما بناء على التحليل، لأنه المعلومات لابد أن تستند إلى بيانات رسمية، إذا كان هناك اعتداء فأعتقد أن الاعتداء من الكيان الصهيوني، وكيفية أنه تم هذا الاعتداء لا أعتقد أن الكيان الصهيوني استخدم سلاح من أراضي الكيان إلى داخل أراضي العراقية، وإنما هذا يتم كشفه حتى من قوات التحالف، وإن كان التحالف بين الولايات المتحدة، وهذا ما أكده رئيس بايدن أمام السيد السوداني بقوله أننا ملتزمون، الرئيس الأمريكي بايدن قال أننا نحن ملتزمون بأمن الكيان الصهيوني. ولكن أعتقد طبيعة الرد الذي حدث في إيران باستخدام طائرات كوات كارتر من داخل الأراضي الإيرانية ممكن أن يستلزم تفعيل بعض الخلايا التابعة للكيان الصهيوني وعملاء من داخل الأراضي العراقية، وأن يخصب بصواريخ من داخل الأراضي العراقية. ممكن يجي سيناريو؟ يعني ممكن، أو من دولة قريبة على العراق، يعني لا أتصور أنه بس المشكلة ممكن أن يطلق صاروخ من الكيان إلى داخل الأراضي أنه العراقية. السيد محمد الشاع السوداني والرئيس الأمريكي تحدثوا عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ومثل ما تعرف أنه السماء العراقية بيد قوات التحالف، ما قدرت ترصد هذا الصاروخ وتبلغ القوات العراقية؟ هي مو ملزمة بحماية الأجواء العراقية؟ يعني أنا كنت أتحدث مع أستاذ صفاء، وقبل أن ندخل هو أستاذ صفاء ذكر أنه لم تحدث ولا مرة الولايات المتحدة والحلفاء قاموا بحماية الأجواء العراقية من أي اعتداء، وجودهم كله منذ 2014 حتى الآن لم يقوموا بإسقاط أي هدف يستهدف الأراضي العراقية، وبالتالي علاقتهم مع الكيان الصهيوني أيضا تبرر لهم أنه حتى اخفاء معلومات في موضوع وجود استهداف او عدم وجوده. لا شلون يردون تهدئه وشلون بنفس الوقت يدعون ضرب الوكلاء التابعين للجمهوريه بحسب تعبيرهم؟ هم لا يدعون خصوصا في هذه المرحله، بل هم انكروا ان يكون هناك اي نشاط ولا توجد مسيرات، بل حتى بيان العمليات المشتركه ولا اعلم يعني مدى مصداقيته انه لم يكن هناك طائرات في الاجواء،
والحقيقة أنه لابد أن ننتظر النتائج النهائية حتى نستطيع أن نبت في هذا الموضوع. لكن هذه التصورات مبنية على التحليل. يعني على التحليل. باعتبارك خبير أمني، أول شيء نحن نرجع للنقطة الرابعة، ليش دائما فصائل المقاومة في العراق وتحديدا الحشد الشعبي محسوب على الجمهورية الإسلامية في إيران ويسموه الولايات المتحدة وكلاء إيران في المنطقة؟ شنو السبب؟ هو هذا يعني هذا اللبس بالموضوع، هو يعني وكأنما هنالك قناعة أمريكية لا يمكن أن تتغير، أنه كل اللي يتشكل بدون موافقة أمريكية من بعد 2003، شوفي أنت إذا نريد نعيد الأحداث شوف إلى أنه المؤسسة العسكرية العراقية يعني هدمت وانهارت بعد 2003 وأسست مؤسسة عسكرية جديدة بتدريب أمريكي بقوات أمريكية وبنقل السلاح من المعسكر الشرقي من عقيدة تسليح شرقية إلى عقيدة تسليح غربية، وكان هنالك يعني استيراد للأسلحة وكان مدربين ومستشارين، كل شيء يعني بني بدون تدريب أمريكي أو بدون استشارة أمريكية أو بدون موافقة أمريكية، هي اعتبرتها بالتعاون مع إيران، اعتبرتها ضد مصالح أمريكية داخل العراق. حتى الضربة هذه، شوفي هذه الضربة ما أشرت للمؤسسة العسكرية العراقية، الضربة أشرت إلى فصائل المقاومة اللي هي ماكو فصائل مقاومة في معسكر كالسو، يعني حقيقة اللي موجودين هم أبناء حشد شعبي اللي هي إحدى الهيئات التابعة للسيد القائد العام للقوات المسلحة. ولكن الامريكان يعني احنا بعد ان بعدنا الامريكان او هم ابتعدوا على هم ما ابتعدوا، راح ارجع لك على نقطه هم ليش ما يحمون سماء العراق، هم ملزمين باتفاقيه. هذه النقطه الخامسه راح نحكي فيها فيما يخص هذه النقطه تحديدا. نعم. هم اصلا يعني ما ايدوا الى انه هنالك احتمال ان يكون ضربه. طبعا الاتفاق الاخير ما بين دوله رئيس الوزراء وبايدن حقيقة يعني وضع كثير من التفاصيل على الطاولة، يعني حتى موضوع تجهيز العراق بالطائرات 41 طائرة وخمس طائرات هدية، هذه خطوة للأمام في إنهاء تواجد قوات التحالف داخل العراق برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. السبب إلى أنه يجب أن يكون العراق مجهز بالكامل، ولهذا يعني هسه ما راح أجيب على السؤال بعدين ندخل بالتفاصيل، بس العراق لا يمكن أن ينتهي دور قوات التحالف حسب رأي الطرفين، يعني العراقي والأمريكي أو قوات التحالف برئاسة أمريكا، إلى أنه يكون يجب أن يكون العراق مهيئ كلياً إلى أنه يستلم سماء أو أرضه وبياها. هم ما يقبلون يسلمون السماء، لا يقبلون تأخذ طيارات S-400، ولا يقبلون يجيبوا لك رادارات منخفضة التردد، ولا يجيبوا لك أي شيء. إيش شلون راح تحمي سماءك يا أستاذ؟ ولهذا هذا مطب كلش كبير. شوفي ست فرح، يعني خلي ناخذ الموضوع بأبعاد أكثر، يعني غلطة أمريكا أو السلام نقول غلطة لا غلطة أمريكا وغلطة إسرائيل وغلطة قوات التحالف، هذه الضربة ضربة البارحة، يعني حقيقة هي غلطة كبيرة جدا، لأنه لا هو قدر استطاع أن يحمي سمانة وهذه واحدة من واجباته لغاية اليوم هو موجود، ولا استطاع أن يأشر أو يضرب الهدف اللي داخل حس اللي يعني تطرقنا أنا والأستاذ هيثم إلى أنه أمريكا لغاية اليوم لم تضرب أو قوات التحالف لغاية اليوم لم تحمي سماء العراق من أي ضربة من دخلوا إلى العراق من عام 2014 لغاية اليوم. هاي شيء تأشر إلى أنه ضعف، يعني وجودهم وعدم وجودهم واحد، إذا يؤكد أو يقوي من فكرة أنه يجب أن ينتهي دور قوات التحالف داخل العراق بسرعة. ليش؟ لأنه لا أنت دا تحميني. بس هذه النقطة الولايات المتحدة ترفضها جملة وتفصيل. مو هذا يا صفا، إحنا ما نقدر ننوع مصادر تسليح مالنا. نقدر شلون ما نقدر؟ والدليل هنالك عروض روسية، أنا أضمن لك هنالك عروض روسية وصلت إلى العراق على مستويات عالية حتى بدفع آجل وبقيم أقل. زائدا اللقاء الأخير بين دولة رئيس الوزراء والرئيس الفرنسي، أيضا أبو فرنسا عرض على العراق. ترى أنا أتكلم على دول عظمى، ما أتكلم على كل دول، يعني فرنسا أتكلم على ألمانيا، أتكلم على روسيا. المشكلة مو بنوعية السلاح وعقود التسليح اللي تقدمها الدول الكبرى، المشكلة داخلية، والمشكلة ويا الولايات المتحدة الصفاء. يعني بصراحة احنا نسمع بيها لكن من سنوات شفناها على أرض الواقع. لا مو هسه احنا يعني انت تريدين تبعدين الولايات المتحدة الأمريكية عن العراق، هذا ما يصير حتى يعني حتى نبدي من أرضية ثابتة. اولا هم شريك استراتيجي، هذه يعني مواني لبولها. صحيح. زائدا هنالك هم مسؤولين عن تدريب المؤسسه العسكريه، هنا مسؤولين المستشارين والخبراء والمدربين، زائدا السلاح، سلاح العراق امريكي،
شوف يعني من يوم أدخل دبابة أبرامج وأدرب المقاتل العراقي على هذه الدبابة، من الصعب جداً أن أجيب دبابة من نوع ثاني حتى أدخل تدريب وأبني معسكرات. المشكلة الطيب. مو التدريبات البرية، رح أرجع أقول لك التدريبات الجوية إحنا عندنا بها مشكلة. إحنا نحكي على تسليح هسه بالنسبة لي المدفعية والدروع مقام الطائرات والطيران الجيش يعني الطائرات السمتية والقوة الجوية وكل التسليح بما فيه البندقية للجندي المشات، هو هذا كله سلاح. يعني لا تقولي لي أنت سلاح أمريكي طبعا. ايش قد تسليح، ايش قد تبلغ نسبة تسليح القوات الأمنية العراقية من السلاح الأمريكي بالمئة؟ أكثر من 90%. أكثر من 90%؟ طبعا. إحنا سلاحنا أمريكي، يعني على مستوى عجلات المشاة وال يعني الهمرات يعني، وعلى مستوى يعني السلاح مطالبات من نقولهم للتحالف الدولي انتهت مهمتكم في العراق ويجب انسحابكم، على أي أساس إذا إحنا 90% من سلاحنا تحت الامر الامريكي؟ يبقى مو الامر الامريكيه، يبقى لا. يبقى تزويد السلاح امريكي. ومن قال لك احنا راح ينتهي دور تزويد السلاح؟ هسه لعل هم مسلمون 41 طائره راح نستلمها، بعدنا ما مسلمين خلال اشهر قديمه من عفوا القادمه زين. من نستلمها ما راح تحتاج الى مدربين زايدا، طيارين لازم يدخلون دورات تدريبيه عليها لازم صحيح. يدربون زين. هذا يبقى التسليح ما له علاقه. والدليل دوله رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحه يعني صرح بشكل رسمي وعلني وامام الكل والكل متفق على انه يجب ان تكون هنالك علاقات ثنائيه بين دول التحالف برئاسه الولايات المتحده الامريكيه والعراق. ما راح يغير شيء من السياسه، يبقى الامريكان احنا نستورد من عندهم بس على شرط ما عندهم سلطه حمايه سماء العراق. هم لا هو قدر يحمي سمائي ولا ضرب الهدف. استاذ صفاء احنا البارحه شفنا دليل، هذا مو الدليل الاول. هسه احنا حتى الولايات المتحده ما جاي تقدر تحمينا من تركيا او في الحمايه. هسه احنا ما نحكي بالحمايه، نحكي اسقاط الصاروخ، هذا واجبهم. هذا واجبهم طيب. هذا واجب الرئيسي. دكتور هيثم، اذا مهمه التحالف الدولي موجوده وقائمه في العراق، لكن ما جاي يؤدون مهامهم كحكومه عراقيه اليوم، شلون تضغط على جانب التحالف الدولي سياسيا بالاطر الدبلوماسيه والقانونيه حتى نستطيع انه نفعل هذه الاتفاقيه على ارض الواقع وبالتالي التحالف الدولي يحمون السماء العراقيه؟ الحقيقه يعني الحكومه لا تذهب بهذا الاتجاه في موضوع تعزيز دور التحالف الدولي، وانما تريد ان تنهي مهمه وجود التحالف الدولي. والدليل انه تفعيل لجنه HCC الخاصه باتفاقيه الاطار الاستراتيجي، وهذه الاتفاقيه التي وقعت في 2008 ولم تعقد اي لجنه لتفعيلها وتنفيذها زين، تنص على عدم وجود اي قاعده اجنبيه في الاراضي العراقيه، وبالتالي هذا انهاء عملي لمهمه قوات التحالف. بنفس الوقت العراق لا يريد ان يذهب ان يتحول الى فريند او انمي، يعني ليس صديقا ولست عدوا، ولكن تكون هناك شراكات اقتصاديه ثقافيه تبادل خبرات تدريب وتسليح مستشارين لا توجد مشكله، ولكن يكون الاستقلال حتى في الجانب الأمني للقرار يكون القوات العراقية هي من تقوم بشراء منظومات دفاع جوي، هي من تقوم بشراء تسليح، هي من تقوم، ممكن الأمريكي يساعدك في موضوع التدريب والاستشارة، ولكن حماية أجواءك لابد أن تكون بيدك، هذا جزء من السيادة العراقية. يعني ما ممكن يعني بالعمليات المشتركة بعد ممكن ما نشوف دور لقوات التحالف الدولي في إذا تم تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي سيبقى مستشارين ربما، ولكن لا يكون لهم القرار على موضوع امن وسياده العراق. السياده امر يعني حساس بالنسبه للحكومه العراقيه، والذهاب نحو تفعيل اتفاقيه الاطار الاستراتيجي وفي صالح العراق. وايضا الولايات المتحده لا تمانع ان تنتقل بهذا الاطار نحو علاقات شراكه اقتصاديه وتكنولوجيه وعلى مستوى التعليم والبيئه والصحه والطاقه والاقتصاد. المهم أن تكون هناك عوائد واستثمارات للشركات الأمريكية. العراق بلد بكر، يعني منذ أكثر من 50 سنة نحن أول دولة بالفوسفات، ثاني دولة بالكبريت، حقول غاز كبيرة وضخمة موجودة في كردستان وحقول عكاز، وثاني احتياط نفط بالعالم. كل شركات العالم طيب. تتمنى أن تحصل على فرص استثمارية. تفعيل هذا الجانب الاقتصادي أعتقد يحقق مصلحة لكلا الطرفين، للعراق والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تحقيق هذه المصلحة يتطلب أن يكون هناك تخفيف، لأن وجود 85 دولة، وجود تحالف دولي، وجود مناكفات في داخل المنطقة، أنت تستهدف في داخل دول الجوار ودول الجوار تستهدف في داخل
العراق، هذا يوصل رسائل سلبية لأي شركات استثمارية تأتي العراق. غسل مال جبان. إذا العراق إذا أراد أن يقود عملية تنمية لابد أول شيء أن ينهي مهمة قوات التحالف ويخرج بالعلاقة من الإطار العسكري إلى الإطار التعاون الاقتصادي والتعاون في المجالات الأخرى. هذا ربما يزعج بعض الكتل السياسية، لو اليوم كل الكتل السياسية داعمة لهذه الخطوة. يعني في ذهاب السيد السوداني في هذه الزيارة كان تحالف إدارة الدولة بكل مكوناته الرئيسية داعم لهذه الزيارة وداعم بتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي والانتقال بواقعية العلاقة مع الولايات المتحدة من الجانب الأمني إلى جوانب اقتصادية واستثمارية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الولايات المتحدة أيضا لديها مصلحة إضافية. الولايات المتحدة لديها حليف قوي أو جزء كبير من الناتو في أوروبا، وهذا الجزء الموجود في أوروبا يواجه تهديد وجودي في الحرب الروسية الأوكرانية، ولديه مشكلة في مصادر الطاقة. يعني انقطع نورد ستريم 1 و 2، ثم ما يستورد 8% من الغاز العالمي يستورد من البحر الأحمر الآن أصبح في خطر. طيب، فمصلحة الولايات المتحدة أنه حليفة يحصل على مصدر طاقة يكون بديل، ممكن أن تكون مناطق شمال العراق، ممكن أن يكون الغاز القطري يمر عبر مع طريق التنمية بين أبيب غاز عبر تركيا إلى أوروبا. وإنجاز هذا طريق التنمية يحتاج ماذا؟ يحتاج أن لا توجد قواعد وقوات أجنبية بأرض العراق، لأنه ستمنع الشركات الاستثمارية أن تأتي وترسل لها رسالة تخوف. أستاذ صفاء، بسؤال أخير، راح تسوى في القضية مثل كل مرة؟ لو هالمرة راح نشوف نتائج أولية حقيقية وراح تتخذ الحكومة إجراءات حازمة؟ لا، هو يعني على قولة المصريين الكتاب بين من عنوانه. يعني هم مجرد الأمريكان الآن أدلوا بتصريح، طبعا يعني الضربة جاءت لصالح العراق 100%. مجرد أن قالوا إنه هاي الضربة مو من عندنا ولا أن ندخل بها ولا أن علاقة، وإذا كانت من إسرائيل فبدون علم أمريكي. شوف إذا أحكي ليش نصوص أمريكية. صحيح. مجرد أن وصلت هذه المعلومة، هي معلومة تدين أمريكا بعدم إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية أو قوات تحالف، أتكلم على 62 دولة أو أكثر أو أقل بقليل، إلى أنه هي غير قادرة على أن تحمي سماء العراق. إذن لهنا استوب، خلاص وقفوا. أنتوا لا انتم صديتوا الصاروخ ولا انتم وقفتوا ويانا ولا انتم ضربتوه. اذا معناها وجودكم وعدم وجودكم هو ليس من مصلحه العراق الا ان تبقون اكثر، لانه نتخوف من هكذا اخطاء مستقبليه. الجهد السياسي راح يلعب هذا الدور، راح يستخدم هذه الورقه لمصلحته. ست فرح احكي لك اياها هيك على كل امانه بكل شفافيه، انا رجل عسكري ما لي علاقه بالسياسه، ممكن نسال هيك سؤال قريب الاستاذ هيثم، ولكن ليس كل الكتل والأحزاب السياسية بالعراق تتمنى أو تطمح أو تريد خروج الأمريكان. يعني نسبة كبيرة من الأحزاب والكتل يريدون بقاء أمريكي ويحاولون أن يديموا بقاء الأمريكي داخل العراق، إن كان على مستوى يعني الأكراد، إن كان على مستوى بعض الكتل السنية، وحتى إن كان على بعض مستوى من الكتل الشيعية أيضا ما أيدت إنهاء تواجد قوات أجنبية. هذا الموضوع خطر، يعني يجب ان يتفق الجميع طبعا. يعني زين، من هسه اضمن لك لانه الاكراد يعني اذا كان هنالك انهاء لهذا الموضوع سيكونون هم يعني مستقبلين او مؤيدين لاستقبال جزء من او قاعده او بقاء القاعده الامريكيه داخل العراق. باختصار، تتوقع هذا السيناريو راح يلعبون الاكراد دور بجذب القواعد العسكريه في حال انه العراق تخلص منها؟ السيناريو واقع، يعني هو الكود لا يكون موضوع علاقاتهم مع الولايات المتحدة، بل حتى لديهم علاقات مع الكيان وإن كانت غير معلنة. والعالم الغربي والصحف الغربية عندما انسحبت الولايات المتحدة من وتركت جماعة قسد تواجه تنظيم داعش، قالوا سقطت إسرائيل الثانية، لأنه مشروع الشرق الأوسط الكبير إيجاد دويلات تقوم على أساس أثني طائفي أو قومي أو عرقي، وتقسيم هذه المنطقة من باكستان إلى المغرب التي يسكنها 2 مليار مسلم بدين واحد، والدول العربية خاصة تحدث لغة واحدة وعرق واحد، هذا يشكل تهديد، لأن الكيان سوف يكون جزء غريب. تفتيتها إلى كيانات قامة على أساس قومي أو طائفي أو ديني يجعل الكيان الصهيوني منسجم مع هذا المحيط. أرض عراقية، شلون ممكن تجذب هذه القواعد؟ نعم، ولكن الأراضي العراقية الأخوة في كردستان متمسكين بموضوع الجانب القومي، وأعتقد هذا جزء يتعلق بإيديولوجيتهم أو رغبتهم بالتحول
إلى دولة وإن كانت هذه رغبة معارضة من كل القوانين تسمح لهم بهذا الشيء؟ يعني المشكلة أنه أحيانا يفرض واقع حال، وواقع حال حتى في موضوع القانون والقانون الدولي، احنا شاهدنا الولايات المتحدة تقف مع الكيان الصهيوني أمام كل القوانين الدولية. نعم. وبالتالي عندما تصل إلى موضوع القوانين سوف يكون الكردستان سوف تكون مدعوم. طيب شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا دكتور هيثم الخزعلي، نورتنا في حصاد اليوم، والأستاذ الخبير الأمني صفاء العاصم، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. نذهب وإياكم سادة الأكارم إلى منصة إكس لمتابعة أبرز التغريدات. حادثة أصفهان كانت بمثابة تحليق طائرات تشبه الألعاب بعد 6 أيام من التردد والتخبط والحيرة لدى صناع القرار في الكيان الصهيوني بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني التاريخي وغير المسبوق والذي طال أهداف عسكرية صهيونية داخل فلسطين المحتلة. القرار الصهيوني على فعل محدود جدا وكان غامض لحفظ ماء الوجه ورفع العتب عن الكيان وعن مسؤوليته. هذه هي أبرز محاور ملفنا الثاني، لكن خلينا وياكم نبقى ونشوف هذا الاستطلاع. أقيمت ندوة حوارية تحت شعار الصولة الإيرانية على الكيان المؤقت لمناقشة نتائج الرد الإيراني على إسرائيل الذي حقق أهدافا سامية ألحقت أضرارا بالمنشئات العسكرية الإسرائيلية، إضافة إلى تدمير أهداف عسكرية مهمة تقدر خسارتها بمليار دولار. حقيقة كانت ضربة موجعة للصهاينة، عاشتهم في رعب، كلفتهم الكثير من الأموال. في يوم واحد مليار دولار خسرت إسرائيل مقابل تصديها للطائرات المسيرة. اليوم هناك أثبتت فاعلية للجمهورية الإسلامية مدى تطورها التقني وأوصلت رسائل إلى المنطقة. ضربت إسرائيل بقوة وبفاعلية وبطائرات وبتقنية عالية. اليوم الجمهورية الإسلامية أثبتت فاعليتها وتكنولوجيتها وأرسلت رسائل واضحة أننا موجودون ولا يستطيع أحد أن يلوي أذرعنا. إسرائيل لا تريد الذهاب إلى أبعد من ذلك في ردها يوم أمس على إيران، لا تريد أكثر من رد يحفظ ماء الوجه وإسكات الشارع الإسرائيلي، وخير دليل على ذلك استهداف أصفهان بالطائرات المسيرة والتي بمجرد ظهورها في أجواء نجحت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية في إسقاطها. الرد يعني ضرب الرماد في العيون، يعني لحفظ نوعا ما ماء الوجه لإسرائيل، لأن الرد لا يرتقي إلى هذه الجعجعة وهذه الهالة الإعلامية التي نسمعها عن قوة هذا الكيان وجبروته وامتلاكه للأسلحة النووية وإلى آخره، لكن كان رد مخجل ومخزي بدرجة. أنه هناك 3 مسيرات أسقطت على أصفهان كانت، وبالتالي يعني لو تشوف أنت
الحجم، حجم الطائرات الإيرانية بحدود 300 طائرة مسيرة وأكثر، و150 صاروخ بين كروز وباليستي، وبين أنه ثلاث طائرات وأسقطت. ويعني حقيقة أنا أتوقع أنه إسرائيل فهمت الدرس وتجرعت مرارة الرد، وبالتالي أتوقع أنه ستكون هناك توازن للقوى في المنطقة. مسؤولون في إسرائيل يصفون رد يوم أمس بالضعيف، والخارجية الإيرانية ترد بأنه إذا قامت إسرائيل بمغامرة مرة أخرى سنرد على الفور. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. نستضيف في ملفنا الثاني رئيس مركز القمة للدراسات الأستاذ الدكتور حيدر عرب الموسوي. حياك الله. حياكم الله. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. بداية، رد صهيوني مخجل، يعني حقيقة بعد كل الجعجعة الصهيونية شفنا ثلاث مسيرات حاولت استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفشلت، بعد هاي الجعجعة فقط هذا الرد الصهيوني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة نحن كمتابعين للشأن كنا نتوقع أن لا ترد إسرائيل نهائيا، باعتبار الموقف التي وضعت به إسرائيل كثير من حلفائها الرئيسيين كانوا يتحدثون معها بضرورة عدم الرد، باعتبار بعد الاستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كان الرد الإيراني ردا كبيرا، وكان فيه من التحدي الشيء الكثير، وفيه من استعراض القوى الشيء الكثير، بحيث كانت هذه الأسلحة المتطورة التي استخدمت بالتصدي للرد الإيراني على مستوى عالي، وأثبتت فشلها حقيقة باستهداف. وحقيقة المفارقة في هذه القضية أنه إيران قد استخدمت بهذه الضربة السلاح الذي انتهى عمره الافتراضي، وبالتالي هي استخدمت أولا طيران المسير القديم باعتبار الشاهين 136، هنالك نسخه مطوره من هذه الطائرات، وهنالك ايضا طائرات حديثه التي تعتبر سرعتها قريبه من سرعه النفاثه في هذا، لم تستخدمها ايران. ايضا بنفس الوقت هي استخدمت الصواريخ، صواريخ سكوت ايضا هي ليست من الصواريخ المتطوره والحديثه، انما استخدمت بعض الصواريخ البسيطة التي وصلت إلى الهدف بشكل مباشر، وهي متعددة الانشطاط. إذا ما قرأنا كيف واجهت إسرائيل، إسرائيل أولا كانت هنالك قوة هي من تصدت لحق الطائرات المسيرة. إسرائيل لم تتصدى، الذي تصدى للأسف الأردن، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هنالك خمس دول وقفت مع الكيان الصهيوني بالتصدي إلى هذه الضربة، لكن وصلت هذه الصواريخ وكانت صواريخ مدمرة. أنا أعتقد الرد الصهيوني مع التهديد الإيراني، هذا الاستخدام، وقالت هذا استخدام محدود وبسيط وبأسلحة قديمة، إذا ما ردت، هنا النقطة الأساسية في هذا الموضوع، إذا ما رد الكيان الصهيوني على الضربة الإيرانية لربما برد كبير جدا، ماذا سوف يكون الرد الإيراني على هذه القضية؟ كانوا يتوقعون أن يكون الرد الإيراني ردا لربما ينهي الوجود الصهيوني على الأراضي العربية، مما يعطيهم ذريعة. أحسنتم. فلذلك كان الرد بهذا الشكل المخزي البليد، ويدل دلالة واضحة على الجبن وعلى التراجع وعلى الخوف في هذا الموضوع. أكو سؤال يقول لك، هو الكيان الصهيوني ليش ما استهدف مثلا القنصلية الإيرانية في دمشق مرة أخرى على سبيل الفرضية؟ ليش ضرب ضربات ضعيفة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكانت بائسة وسخيفة؟ ليه؟ هو ما يريد يرد، لكن أراد أن يذر الرمادة في العيون على أن الكيان الصهيوني ضربة بضربة، لكن موازين القوى حقيقة والإعلام العالمي والإعلام العربي الذي أراد في بادئ الأمر أن يبسط الضربة الإيرانية وسماها بكثير من التسميات، لكن عندما وصلنا إلى الرد الصهيوني هل ارتقى بهذا المستوى؟ ثلاث طائرات بائسة، ولربما إحدى طائرات الأف التي أطلق الصواريخ وسقطت حقيقة في الطريق، لم تصل إلى أهدافها، سقوطها لم يكن باعتراض وإنما فشل أو نوعية من الصواريخ الفاشلة والتي سقطت
في الطريق. الرد الصهيوني من وجهة نظرك كان بعلم الإدارة الأمريكية؟ لو الإدارة الأمريكية قالت للكيان كافي، احنا نريد تصعيد. لو كان هنالك دعما أمريكيا وموافقة أمريكية للكيان الصهيوني بالرد، ما كان هذا الرد. الصهاينة علموا على أنهم وحيدين في هذه المعركة، وهذا دلالة واضحة على التراجع الدولي، ودلالة واضحة على القوة الإيرانية، ودلالة واضحة على أنه إيران أصبحت الآن من البلدان صاحبة القطبية في المنطقة. عندما نتحدث ونقول أنه هذا الطوفان حقق منجز من أهم هذه الإنجازات، حقيقة أفشل نظرية الجيش الذي لا يقهر للكيان الصهيوني، أفشل أو أعاد موازين القوى مرة أخرى. وبالتالي نشهد الآن هنالك قطبية لمحور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية، وبنفس الوقت أيضا ظهر القطبية الأخرى، قطبية الاقتصاد الصيني وقطبية العسكرية لروسيا. وبالتالي الآن قد تراجعت أو تراجع أمريكا إلى الخلف، ولا تستطيع الآن أن تفرض إرادة معينة. والدليل كان واضحا عندما أعلنت الجمهورية الإسلامية على أنها سوف تضرب، تركت الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وحلفائها في حالة ضغط نفسي. ما الذي سوف تقدم عليه الجمهورية الإسلامية؟ أعلنت بشكل صريح، ومن ثم نفذت، ونفذته بشكل كبير جدا، واستطاعت على الرغم أنهم يعلمون، أي معنى أغلب البلدان إذا ما أرادت أن يكون لها ردا تحاول أن تستخدم أسلوب الاستخبار والمفاجأة في هذه القضية. ما كنا نقرأه أن تكون الضربة الإيرانية ومن ثم الضربة الصهيونية، يعني ضربة بضربة، لكن اليوم المعادلة تقرأ ضربة ربما بربع ضربة. لا يوجد هنالك رد، حسب رأيي لا يوجد هنالك رد من هذا الرد. ضربة يحسب بعدم يحسب للجمهورية الإسلامية أيضا، لأنه كان ردا ضعيفا، فشل. لكن سؤال لحضرتك، اليوم الكيان الصهيوني راح يفعل أدوات لزرع الفوضى في المنطقة لو لا؟ بطبيعة الحال ديدا الكيان الصهيوني أو الصهيوني الأمريكي في هذه القضية هو يسعى إلى هذه القضية. مثال بسيط، ضربة ليلة أمس حقيقة للحشد الشعبي، ما الغاية منها؟ ما خرج أمريكا وخرجت إسرائيل نفت على أن يكون لهم دور في هذه الضربة. إذن من أمريكا الذي فقط نفت، الكيان ما نفى. من الذي استخدم أو من الذي ضرب ولم يصرح على أنه قد ضربه؟ بالتالي هذا أيضا يعتبر نفيا، وإلا هو كان من المفترض أن يقول أنا ضربت الحشد الشعبي، باعتبار يعتبرون أنه الحشد الشعبي حليف للجمهورية الإسلامية، وبالتالي أيضا يعتبر جزء من الرد على الجمهورية الإسلامية، لكنه لم يعلن. وبالتالي عدم الإعلان هو عدم الاعتراف بهذه القضية. أنا أقول هم يحاولون خلق الفوضى، باعتبار الآن السيد السوداني أين كان وماذا كان يتفاوض؟ كان في الولايات المتحدة الأمريكية يتفاوض على إنهاء الوجود الأمريكي، وبالتالي حق هذا التفاوض إذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو الكيان الصهيوني هم وراء هذه الضربة، إذن سوف يسعون لخلق فتنة داخلية ما بين فصائل المقاومة وما بين الحكومة العراقية. النقطة الثانية، نعم الآن الحكومة العراقية تتفاوض، وبالتالي هي تحاول أن تعيد تطبيق الاتفاقية الأطر الاستراتيجية. من أهم البنود في اتفاقية الأطر هو الاتفاق الأمني، أن تسعى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفها بأن يكون أو تكون مدافعة إذا ما تعرض العراق إلى تهديد. وبالتالي أين التغطية؟ شاهدنا عندما استهدفت إيران الكيان الصهيوني كيف تعاملت الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة الطيران المسير الإيراني، وبالتالي أين هذه الاتفاقية؟ بالتالي أيضا سوف يخلق سؤال داخلي باتجاه الحكومة العراقية من قبل الشارع السياسي العراقي، الشارع الشعبي العراقي، قوى المقاومة العراقية. يا سيدي يا رئيس الوزراء العراقي، أنت ذهبت للاتفاق، ومن أهم هذه الاتفاقات مع أمريكا هو الاتفاق الأمني، باعتبار أن الأجواء العراقية الآن من يسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، أين دورها بحماية الأجواء العراقية؟ قليل السؤال اللي حضرتك تفضلت به، سألت للخبير الأمني قال أنه هاي الضربة من مصلحة العراق، تعالوا يا واشنطن أنتم ما جاي تحمون السماء العراقية، شنو لازمتكم؟ فانتهت. نعم أوكي، سوف نواجه هذه القضية وسوف نطرح هذا السؤال، وهنالك تبريرات سوف تأتي. لكن إن لم يكن هنالك إجراء من قبل الحكومة العراقية، أو قامت الحكومة العراقية بهذه الفرضية وبتوجيه هذا السؤال وامتنعت
الولايات المتحده الامريكيه من تسليم الاجواء العراقيه او تسليح العراق. لحد الان العراق هل لديه رادارات؟ هل لديه مقاومه؟ دفاعات جويه؟ وبالتالي هذا يحتاج الى تسليح. اذا رفضت امريكا التسليح ومنعت العراق من التسليح وبالتالي جعلت العراق وهي لن تتدخل في تلك الفتره، جعلت الاجواء العراقيه ضعيفه ومسرحا لكل من هب ودب يدخل الى الاجواء العراقيه، باعتبار لا الحكومه العراقيه لديها القوه للدفاع الجوي ولا الحليف الذي يعتبر نفسه حليفا للعراق سوف يعمل نتيجة هذا الضغط ونتيجة هذا الطرح. وبالتالي ماذا سوف نستفاد من هذه القضية؟ إذن لربما سوف تخلق تكون جادة. لا لا، هذه القضية سوف تخلق حالة من الفتنة داخل العراق، ولربما سوف يكون هنالك مواجهة، لربما سوف يكون هنالك حقيقة عدم رضا من قبل فصائل المقاومة ومن قبل القوى السياسية العراقية باتجاه عمل الحكومة العراقية. الحكومة العراقية اليوم تحظى بتأييد الجميع، راح تقدر تتجاوز هذه الفتنة؟ أنا أعتقد هنالك حكمة، شاهدنا الردود التي قام بها السيد رئيس الوزراء العراقي عندما وجهت له بعض الأسئلة من الخبيثة بطبيعة الحال من الرئيس بايدن، كانت هنالك نوع من الحكمة بالرد. أنا أعتقد الحكومة العراقية حتى عندما أراد السيد السوداني السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حقيقة أخذ بجعوبته كثير من الردود وكثير من الاستفسارات والتأييد من قبل القوى السياسية باعتبار هو عقد اجتماعا مع الإطار التنسيق الشيعي وكذلك مع التحالف لإدارة الدولة، وبالتالي هو يحاول أن يمنع أو الوصول إلى هذه الفتنة من خلال تطويق ومعالجة هكذا مشاكل. لنتحدث إعلاميا، يعني ضربة في الساعات الأولى وفي الدقائق الأولى من الضربة الصهيونية على الجمهورية الإسلامية، كم متصهين شفته في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هسه الصهيوني ما عليه عتب، لكن المتصهين شلون؟ حقيقة المشكلة المتصهينين والمطبعين والمهرولين كثر، شاهدناهم كثر خاصة عندما كانت هنالك الضربة الإيرانية الموجعة والتي سموها مسرحية سموها اتفاق، لكن لا أين ظهروا؟ قالوا الجمهورية ما راح ترد ونتحدى بطبيعة الحال، لكن ردت الجمهورية بعد الرد قالوا مسرحية. لكن أين هم بعد الرد المتخاذل؟ لم نشاهد أحدا يتحدث عن الرد الصهيوني باعتبار كانوا يتحدثون عن أن هذا الرد الكبير من قبل الجمهورية الإسلامية هو مسرحية، لكن عندما شاهدوا الرد المتواضع والبسيط والذي حقيقة لا نستطيع أن نقول عليه ردا بالمستوى العسكري والأمني والسياسي الحقيقي في هذه القضية، وبالتالي أيضا اختفوا من الساحة، لم يستطيعوا أن يتحدثوا ويواجهوا الإعلام المقاوم في هذه القضية، وهذه دلالة واضحة على الانهزامية والخذلان، وبالتالي وصلوا إلى يقين على أن هذا الكيان هو كيان منتهي، ولربما هو وصل أو هو يحتضر ووصل إلى ساعاته الأخيرة. شكرا جزيلا رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ الدكتور حيدر عرب الموسوي، نورتنا في حصاد اليوم، وشكرا جزيلا على كل التوضيحات. شكرا لك. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم، لنتابع. خلية الإعلام الأمني تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني وصنوف أخرى لبيان أسباب الانفجار والحرائق في قاعدة كاسلو. الحشد الشعبي يتوعد بالرد على الهجوم على قاعدة كاسلو العسكرية شمال محافظة بابل. رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي يدعو الشركات الخاصة والعامة إلى زيادة استثماراتها في الصناعات العسكرية والانفتاح على الشركات العالمية. ووزير العدل يؤكد بأن ملف التشريعات أحد أولويات البرنامج الحكومي. السفير العراقي في أنقرة يعلن بأن زيارة أردوغان إلى بغداد ستشهد توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية في مختلف المجالات. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على ألف خير.